محمد امام كواليس الشغل دي على شكلها عامل ازاي؟ بصي، محمد صديقي من ايام ما احنا كنا في الجامعه، فانا عارف محمد من زمان قوي قوي، من قبل بقى الفن والكل الحاجات اللي بتحصل حواليك دي. فمحمد ما بيتغيرش بالنسبه لي، هيفضل اخويا صديقي حبيبي اللي احنا كبرنا مع بعض جدا، اللي احنا طول الوقت في ظهر بعض، والحمد لله ان احنا جات لنا فرصه ان احنا نحقق حاجه ونحقق حلمنا مع بعض. انا شخص بحب ان انا اعمل حاجه وبعدين اعمل عكسها، وراح بقى اعمل عكس الحاجه دي كمان. فطبعا هو مختلف قوي، واول لما احمد خالد موسى كلمني وعرض عليا الدور، انا كنت سامعه الفيلم ده من قبل كده، وكنت بقول الله نفسي في دور في الفيلم ده. فاول لما احمد كلمني وقال لي، طبعا يعني تحمست قوي ووافقت على طول. يعني كان معانا اندرو الستانت، من احسن المصممين الستانت في العالم، وهو جالنا واشتغل معانا شغل يومي. يعني كل مشهد، ما فيش مشهد عدى من غير ما كان يبقى فيه حاجه اكشن لازم تتعمل فيه. فهو كان بيشتغل معانا وكان بيمرنا حتى خارج التصوير. فلا يعني انتوا هتشوفوا الاكشن اللي في الموضوع. حظر تجوال ان شاء الله هندخل تصويره باذن الله يا رب الاسبوع الجاي. يا رب، ما مش عايزه نق، ما حدش نق على الفيلم ده، بقاله سنه تم تاجيله كتير قوي. فان شاء الله باذن الله هنخش، وتوأم روحي باذن الله يا رب هينزل في شهر 2. ده اخراج استاذ عثمان ابو لبن، ومعايا حسن الرداد، ومتحمسه له قوي برضو، قوي قوي. خلاص يا جماعه، محمد امام بقى الخطوه الجايه نشوفك مع الزعيم. يا ريت. يا ريت.